مبروك المنتخب العراقي الذهب، كما فعلها يونس محمود ورفاقه عام 2007. جاء شباب تشرين بعد 12 عاما ليسددوا كرتهم في شباك الطائفيين ويخرجونهم مهزومين من دور الوطن. انتفاضة تشرين قادرة على حماية اللحمة الوطنية أكثر من الساسة اللي قدموا إلى البلد بعد 2003، لأنه بعد 2003 الساسة المفلسين ما عندهم أي رصيد ممكن أن يأهلهم لقيادة هذا البلد، استخدموا الخطاب الطائفي والتأجيج الطائفي حتى يستحصلون على أصوات السذج. لكن اليوم تشرين هي ثورة وعي قبل أن تكون ثورة ضد الفساد. أهم منجزات الثورة هو القضاء على ما تبقى من نفس طائفي. سنعمل بكل قوانا على عدم عودة الحديث الطائفي مرة أخرى إلى الشارع العراقي، ونركز على عراق جديد خالي من الطائفية. الذكرى السنوية الأولى لانتفاضة ثورة تشرين. هذه الأيام يسمع فحيح طائفي هنا وهناك، لكن شباب تشرين لهم صوت عال حياله، إذ تحدث بعضهم ليو تي في وكانت كلماتهم مليئة بالاعتداد والثقة بأن الطائفية صارت نسيا منسيا. بدأوا يعزفون على وتر الطائفية، تارة يتحدثون عن السنة وتارة يتحدثون عن الشيعة، وهنالك أصوات تحاول إخافة المحافظات المنتفضة في الجنوب أن تتوقفوا عن هذه الاحتجاجات حتى لا يكون معكم مثل ما حدث في المنطقة الغربية أو المنطقة الغربية ومتعدة دخل داعش. لا بالعكس، هذه المحافظات لديها وعي كامل وثقافة كافية. شباب تشرين وثورة تشرين قادرة على إعمار هذا الحاجز أو بناء حاجز أكبر من هذا الحاجز لمنع وصول الطائفية مرة أخرى وتفشيها في المجتمع العراقي. بعد ثورة تشرين قطع الشعب العراقي أشواطا كبيرة باتجاه اللحمة الوطنية، حيث مهما حاولت الأحزاب السنية والشيعية وحتى الكردية تأجيج الصراع والنفس الطائفي بين مكونات الشعب العراقي ومذاهبه، تجد شباب ثورة تشرين وثوارها الأبطال يقفون صفا واحدا تحت شعار نريد وطن. بين جيل السفاح وجيل صائد الدخانيات دمعة عراقية تلمع فيها صورة وطن يراد له أن يكون ممزقا بين الطوائف فتنتشله أيادي عشاقه من مخالب قتلته.